بس كده. تعالوا نبص على القوام، بس مجرد ما بتقلب مع بعض، انا مش عايزه اكتر من كده. بصوا القوام بيبقى عندي اللي هو عامل كده، بصوا نفس الوقت هي مش بتلزق خالص، شايفين؟ وناعمه وطريه. طب لو في المرحله دي لو انا هعمله في كيس حلواني، طب مش هعمله في كيس حلواني وهعمله في مكنه، هزود له نص كوبايه من الدقيق. مقدار المكنه لازم يبقى يعني اتقل من مقدار كيس الحلواني، حتى في البيتي فور برضه نفس القصه، نفس المقدار ده لو هتعملوه بالمكنه زودوا نص كوبايه من الدقيق. تمام، يبقى احنا كده عرفنا المقدار بتاع المكنه وبتاع الكيس. الكيس لازم يبقى سايب كده شويه عشان اعرف ان انا اشكله، تبقى سايله كده فيها يعني سوائل كده، ما تبقاش ناشفه عشان اعرف ان انا انزلها من الكيس. تمام كده، اهو الشكل ده كده. هنبدا كده اهو كده اهو. استاذ حسين صباح الفل. استاذ حسين ازاي حضرتك؟ استاذ حسين معانا؟ استاذ حسين معانا ولا ايه؟ طب حاول تكلمنا تاني معلش يا استاذ حسين. بصوا هنبدا بقى ايه برضو نشكل بنفس الطريقه، وبرضو احنا بنشكل كده هوريكم يعني واحدتين ثلاثة. خلي بالكم اول كام واحدة هتنزل من بسكوت البرتقال اللي احنا كنا عاملينه، انا بنفس الكيس الحلواني وانتوا برضو بنفس الطريقة مفيش مشكلة خالص. طب لو انا عايزة اعمله بالشوكولاتة، بقوم شايلة معلقتين دقيق من اللي احنا حاطينها وحاطين معاهم معلقتين من الكاكاو، مفيش مشكلة خالص. او نصصوا الكمية، الكمية دي ينفع تتنصص، يعني تخلوا نص كوباية سمنة على نص كوبايه سكر بودره، تضربوهم تعملوا عليهم بيضه وبعدين فانيليا وبعدين كوبايه ونص من الدقيق، بس هتشيلوا بقى معلقه او معلقتين من الدقيق وتحطوا مكانها كاكاو خام لو انتوا عايزين تعملوا بسكوت بالشوكولاته. تمام، بنفس المعيار ده، عشان كده بقول لكم يعني تقدروا تتحكموا في الموضوع زي ما انتوا عايزين. ده لسه بسكوت البرتقال، انا مليت قوي البتاع فمش عارفه اتحكم فيها قوي، فخلينا نفضي شويه من العجين بعدين نحطهم تاني. ده لسه بسكوت البرتقال، لسه من بقيه الخليط كده. تمام يلا بينا، ده كده بسكوت النشادر خلاص. بشكل اعمله بقى اشكال من البلابل دي، زي ما قلت لكم في منها اشكال كتير جدا عند مستلزمات الحلواني، تقدروا ان انتوا تعملوا كده اهو اهو بالشكل ده، بيتشكل بمنتهى السرعة ما بياخدش وقت خالص. اهو ياخد زي ما قلت لكم كده حوالي تلت ساعة 25 دقيقة لحد. والبسكوتات من الحاجات اللي انا ببقى عايزة لونها يعني يبقى باين، يبقى لونها متغير شوية، ما يبقاش فاتح قوي زي الغريبة والكحك والكلام ده، لا انا عايزاه ياخد لون. اهو